أتكلم عن الطفولة والمراهقة. ثانياً عن الألعاب الإلكترونية وعالمهم. ثالثاً سأتكلم عن الفوائد وأضرارهم. وأخيراً عن أثار الإدمان. الطفولة ما هي؟ فالطفولة هي المرحلة التي يتم فيها مساعدة الأطفال على النمو بقوة وثقة بغضهم بالحب والتشجيع من قبل العائلة والمجتمع. تعتبر فترة الطفولة مهمة حيث يتمتع فيها الأطفال بمجموعة من الحقوق تشمل على الأمان، الحماية من الاستغلال والحماية من العنف الأسري. ويمكن أن نرى أن الكثير من الأطفال لا يتمتعون بهذه الحقوق ويعيشون طفولة صعبة بعنف وبدون حماية. وما هي المراهقة؟ المراهقة هي الفترة المرحلية التي يعيشها الأطفال للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة